ومن تلك الآفات التي دعاهم إلى تطهير القلوب منها داء دوي في القديم والحديث، قارن الإنسان منذ نشأته فلم ينفك منه في كل أمم الدنيا وفي كل عصورها وأزمانها وعلى كل الألسنة والأجناس، إنه الحسد داء الأمم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذاك أخطر داء يصيب القلوب في إفساد العلاقة بين الناس أصلا، لكنه ينعكس حتى على الصلة بالله. فإن إبليس رفض السجود لآدم كبرا وحسدا، وهذه تبين لك خطورة الحسد. أأسجد لمن خلقت طينا؟ علو واستكبار وحسد وحنق أن من الله عليه بهذه الخاصية والفضيلة، فكان ذنبا منعه من تحقيق العبودية لله عز وجل. أتذكرون ما قص الله في كتابه من نبأ ابن آدم؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. لماذا؟ لأن الله من عليه بالقبول ولم يمن على ذاك بقبول ما تقرب به. إنه الحسد